مساء الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم صارت أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، تكاثرت على إثر الغيوم الركامية الرعدية فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة، فيما صارت أجواء حارة ومستقرة في باقي المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور يكون الطقس غالبا صافي مع 27 درجة مئوية، الملموسة 26، رطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تكون الأجواء هناك حارة بشكل عام، سكاكة 34 إلى 23، نفس الحرارة والأجواء في عرعر، تبوك رياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار 35 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 27، جدة تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 29، مكة المكرمة أحوال جوية غير مستقرة، درجة الحرارة العظمى تقارب 40 درجة مئوية، أما الصغرى 26 درجة مئوية، الطائف زخات رعدية من الأمطار أيضا مع 31 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أيضا أحوال جوية غير مستقرة في عموم هذه المناطق، أبها زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 15، الباحة 26 إلى 16، وجازان 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 26، حفر الباطن 41 إلى 25، والإحساء 42 إلى 26 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، الحرارة تقارب 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 27، بريدة طقس صافي 38 إلى 22، وحائل 33 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.